تعال أخي تعال إلى رياض تنتشي أتراك. السلام عليكم. في كتير من التعليقات اللي بتجيلي على البرينترز أو الطابعات، يعني موضوع ملء الحبر بتاع الطابعة يعني. فالفيديو القصير ده إن شاء الله هيعلمنا إزاي نملأ الحبارة بنفسنا ونوفر، لأن الحبارة بتتملى بحوالي 10 إلى 15 جنيه حسب المكان، في حين إن الأربع حبارات دول بيعملوا من 100 جنيه ل 125 25 جنيه. الواحدة فيهم فيها 100 مللي، يعني الأسود ده مثلا المفروض الحبارة السوداء بتاخد 4 مللي، يعني بنتكلم في 25 ملوى. يعني لو ملناهم من المحلات هيكلفونا على الأقل 250 جنيه الأسود بس، في حين إن دي على بعضها بحوالي 25 جنيه إلى 20 جنيه. فنتوكل على الله كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف إزاي بنملى الحبرتين. يعني أولا الحبارات بتتملى من هنا، الخرم اللي هو بيبقى فوق ده بيبقى عليه نقطة سودة، يعني حتى الحبارة الجديدة بتيجي عليها النقطة السودة دي. نبدأ بالأسود، بيبقى معانا سرنجة 5 سنتي، لأن الحبارة الأسود بتتملى ب4 سنتي. نفتح الحبارة، يعني هي بتبقى كده، يعني ده المفروض حبر كوري. هناخد بمقدار 4 سنتي ونصبر على الحبر لما يتملى، يبقى 4 سنتي تقريبا. محدش يبالغ ويقول طب احط 5 سنتي اكتر، هي طاقتها 4. هو كده 4 تمام. نجيب الحبارة ونحط الإبرة في الخرم ده ونضرب ببطء، بس خلاص بمنتهى البساطة. في بعض الأحيان طبعا لازم نغطي الحبارة دي، هما في المحلات بيجيبوا حتة فومة اللي بتتحط مع الأجهزة الكهربائية ويغرزوا فيها الإبر كلها عشان ما يختلطش الحبر، لكن احنا يكفينا ان احنا نستخدمه مش كتير، نحتفظ بس بالغطا ده ونغطيها دايما يعني عشان الحبر ما يقعش على حاجة. احيانا بيبقى الحبارة فيها هواء، في بعض الاماكن اللي بتملى حبر بيشفط الحبر من تحت بسرنجه كده، لكن لو انت شاكك ان فيها هواء او لما جيت تستخدمها لقيتها مش بتطلع فورا، يعني بعد كذا ورقه هتلاقيها طبعت، لكن ممكن تنفخ من فوق من هنا، يعني تعمل كده بس، الموضوع مش محتاج اكتر من كده. ده الحبر، بصوا هي كانت ناشفه طبعا ما وردتكوش في الاول، لما كنت تعمل كده ما كانش هيطلع حاجه في المنديل، لكن دلوقتي خلاص بقت الحباره مليانه الحمد لله. طبعا ملاحظه مهمه جدا، ما تحطش الحباره في منديل او حاجه زي قماشه او حاجه، حطها في ورقه عاديه زي دي كده A4 يعني او اي حاجه، المهم حاجه ما تمتصش الحبر، لان لو حطيتها في منديل هتفضل الحباره بتنزل طول الوقت لحد ممكن ما تقل او تفضى. كده خلصنا من الحباره الالوان، نيجي للحباره كده خلصنا من الحبارة الأسود، آسف قصدي الأسود. نيجي للحبارة الألوان. حبارة الألوان بقى تريكي شوية، عشان فيها 3 خزانات، لكن في كثير من الأحيان النصيحة إن احنا أنت ما تاخدش بالألوان اللي موجودة على الحبارة نفسها. يعني عندنا أصفر أحمر وماجنتا اللي هو البامبي ده شوية واللبني، ما تاخدش الالوان دي مسلم بيها وتقوم ضارب هنا الاصفر وهنا الاحمر وهنا الازرق، لان ممكن تكون الالوان مختلفه او معكوسه. في طريقتين عشان تعرف الترتيب الصحيح للحباره. الطريقه الاولانيه ودي طريقه سهله خالص،
لو الحبارة لسه فيها شوية حبر، طبعا ايدي بقى فيها حبر دلوقتي، بتطبع على منديل كده هيطلع لك ترتيب الحبر. احنا كده فهمنا ان الاصفر هو المكان الازرق اللي هنا ده، يعني على اقصى اليسار، واللي في النص احمر، واللي على الشمال هو الازرق. ترتيب مختلف خالص عن اللي موجود على الحبار. طيب بفرض ان الحبار ناشفه خالص ما تطلعش اي حاجه، هنشيل الستيكر ده اللي هو موجود على الحباره. طبعا انا عرفت الترتيب خلاص، بس برضو انا بوريكم الطريقه التانيه. هنعمل كده، هتلاحظوا ان هنا الاحمر وهنا الاصفر وهنا الازرق، يبقى برضو نفس الترتيب اللي احنا قلنا عليه، اصفر احمر ازرق، يبقى الترتيب اللي ظهر لنا مظبوط. طبعا الخرام مش تحت الثلاث الوان دول زي ما انتم شايفين، الخرام هنا وهنا وهنا. طبعا اللي عنده خبرة بيلاقيهم بسهولة، لكن احنا يفضل نكشف الاستيكر عشان نعرف الدنيا عاملة ازاي. احنا قلنا برضو خلي الجايد قدامنا، الاصفر هو الاولاني اللي هو، خلينا ناخد الاصفر. هو طبعا الاصفر هتشوفه تحس انه احمر شوية، لكن هو مكتوب عليه يلو. خليك في الاستيكر اللي مكتوب ده، هو يلو، يبقى ده اليلو. هناخد مش 4 سنتي زي الاسود، 2 سنتي بس. شوفوا يعني هو مدي الاحمر، لكن هو ده الاصفر. بس كده 2 سنتي. طبعا هو الاصفر هو الافضل عشان مش كل مرة نشيل الستيكر. هو مكان الاصفر هنا الاولاني، هنعمل فول ستيكر. وبالراحة خالص بيدوق عشان ما يضربش الفوق لو حطيت حبر زيادة. تمام كده الاصفر انتهى. ودايما هنسيب جزء كده، شوفوا يعني عشان بعد كده تعرف السرنجة ما تلخبطش الالوان. ده الاصفر، او انا شخصيا ممكن تحط على السرنجة نفسها ستيكر اصفر او علامه صفراء، بحيث ان يبقى معروف ان ده اصفر عشان ما يختلطش مع الاحمر بتاعنا. نيجي للون التاني اللي هو الاحمر بقى، اللي هو ده او الماجنتا بقى بيسموه. ناخد السرنجه بتاعته نفس الشيء، وبرده ناخد 2 سنتي. شوفوا بقى اللون عامل الفرق، الاحمر عامل ازاي. ده احمر، برضو هنعرف مكانه هنا، نتأكد مكانه هنا في الحبارة، ونخرج من بره عشان بعد كده لما نيجي نملى مش كل مرة نحتاج نشيل الستيكر. حتى أثر الحبر هيبقى من بره، فهنبقى حافظين خلاص. لكن أظن بقى واضح جدا إن في اختلاف شديد بين الألوان اللي مرسومة على الكارترج من بره وبين الألوان الفعلية اللي جوه، فنحذر من الموضوع ده، لأن لو خلطت ألوان هتبهدل الدنيا يعني. طبعا الحباره مش هتبوظ ولا حاجه، هيبقى لها حل، لكن هنخش في تعقيدات ملهاش لازمه. هناخد 2 سنتي بتوع الازرق او اللبني بيسموه كيان، اوكي. وبعدين خلاص بقى هو الوحيد اللي فاضل، هو المفروض قصاد الاصفر هنا. وكده يبقى ملينا الحبرتين الحمد لله. نتأكد ازاي ان الالوان تمام. بصوا الالوان بدأ يسيل كتير، لان واضح ان احنا زودنا شوية. دايما نمسح اثره سريع عشان ننضفه. كده نضفناه،
نشوف بقى بسم الله. يعني هو سايح شوية لأن واضح إن زيادة، لكن هنشوف كده. يعني نلتزم بالاتنين سنتي، ما نزودش عنهم إن شاء الله. يعني لو في زيادة شوية وحاسين إن هو يعني بينزل زيادة عن اللزوم، على منديل بس كده لحد ما تلاقي الألوان ظبطت معاك. يعني هو لسه بيسيب، سيبه على المنديل شوية، لكن الألوان مظبوطة الحمد لله. نركب في البرينتر كده ونجرب ونشوف الدنيا عامله ازاي. كده احنا حطيت الحبرات على مناديل لمدة دقيقتين ولا حاجة. طبعا كمية الحبر الزيادة خرجت تقريبا. طبعا ده مش معناه ان الحبارة حتى لو مفيش فيها كمية كبيرة مش هتطلع فص، عشان كده قلت ما نحطهاش على منديل وما نقلبهاش لتحت غير لما نركبها ان شاء الله. طبعا هنركب الحبارة، انا عرفتكم قبل كده ازاي بنركب الحبارات. طبعا الالوان على الشمال والاسود على اليمين، ونقفل. وللتأكيد ان كل حاجة تمام نعمل كلين كارتريج، نعمل تيست كده للالوان. مش عارف بيتعمل كلين ازاي، بيتعمل من الابليكيشن او البرنامج اللي بينزل مع الدرايفر بتاع البرينتر. بتعمل كلين كارترج بس، ممكن تعمل الاين كارترج عشان يظبط الالوان الاول وبعدين كلين كارترج، وتقول له برنت، يعني هو بينظف وبعدين تقول له برنت عشان تشوف الالوان معاك مظبوطه ولا لا. طبعا واضح ان في خلط في الالوان، هنكرر الموضوع ده ونعمل هارد كليننج ممكن على نفس الورق مفيش مشكله. ده من الكمبيوتر طبعا عشان سكند ليفل كلين اللي هو مستوى اخر. يعني ممكن نكرر الموضوع ده اكتر من مره، وده على فكره بينفع جدا في مساله في لما نحاول ننظف حباره مسدوده او حاجه. يعني حتى بتوع الحبر نفسهم بييأسوا بيقول لك لا ملهاش امل، لكن في طريقه ان شاء الله انا بعملها بتخلي حتى الحباره المسدوده اللي ما بتشتغلش بترجع تشتغل تاني ان شاء الله، كانها يعني بحاله جيده على الاقل، يعني مش هقول جديده. نقول له برنت الاسود. يعني الالوان تمام بس الاسود لسه مش مظبط. تمام الاسود ظاهر. ممكن تواجهكم المشكله دي بعد ملو الحباره. الحل المره دي ان انا الحباره فعلا كان فيها هواء، فنفخت في الخرم اللي انا وريته لكم في اول فيديو من فوق، نفخت جامد فالاسود بدا يظهر. ممكن نطبع كمان ورقه للتاكيد اكتر، يعني لان ده كانوا بينظف الحبار بعد المل. الطبيعي ان الموضوع ما يبقاش معقد ولا محتاج كل ده، في الغالب ممكن تشتغل الحباره فورا، لكن احرصوا على النفخ في الخرم اللي فوق عشان الهواء كله يخرج نفخ شديد. يعني الاسود بدا يظهر، هو ما كانش بيظهر في الورقه الاولانيه زي ما انتم شايفين، لكن هنا الحمد لله بدأ يظهر. وانا شايف ان هو يعني والالوان الحمد لله اتظبطت بقت جميله. طبعا بعد ما عملنا كليننج للكارترج ونفخت في الحباره السوداء عشان كان واضح ان فيها هواء فما كانتش بتطلع الاسود في الورقه الاولانيه، وبعد مرتين ثلاثه من الطباعه الحمد لله النتيجه رائعه جدا، الالوان واضحه والاسود كمان واضح. كل ده بمنتهى السهوله يعني، التكلفه اقل بكتير من اللي بتعمل في السوق. يعني حتى لما بقول الحباره بتتملى ب 10 جنيه، انت في الواقع ممكن تملاها في البيت ب 2 جنيه او جايز اقل.
انا بالنسبه لي اهم ميزه كمان ان انا مش محتاج كل شويه اروح لمحلات المال واستناه ويقعد يعني، ومع ارتفاع الاسعار كل شويه بيغلوا الاسعار للاسف الشديد، فبدا تستغنى عن الناس اللي بتملى الحبارات وتوفر على نفسك وقت وجهد وفلوس كمان. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على الجرس عشان يجيلكوا اشعارات بالفيديوهات الجديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.